السلام عليكم، معكم عبد الكريم من مدينة العيون، مواليد العيون. كنت تجرف الكتب مستعملة موسميا كل عام، كنت قدهم بالنسبة ونبيعهم بالنسبة ودائرين ثمن مناسب متناول الجميع، خصوصا الناس المتوسطة الدخل. كنشروا بالنسبة وكنبيعوا بالنسبة وكنديروا ثمن زوين، وكنتعاملوا مع الكليان مزيان، وكنعطيو أحسن استقبال أحسن تقدير. والحمد لله هذا العام مكتوبة شوية ما كيف العام فايت، كاين شوية السلعة ماشي قليلة كيف كان العام فايت والأعوام الفايتة. ونتمنوا الخير ونتمنوا الخير للجميع. إقبال عندنا ثمن مناسب، ما كنبيعوا بالثمن اللي في المكتبة، كنبيعوا بثمن مناسب وكنساعدوا مع الفقراء، واللي ما عنده نعطيه، ما عندنا مشكل، فهمتني؟ تقدوا بثمن زوين وكنبيعوا بثمن زوين وكنقنعوا حامدين مولانا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى، مرحبا بكم في شارع بكراع في بيع موسم الدراسي لبيع الكتب المستعملة بأثمنة جد مناسبة. احنا دابا كنجيو في الصيف كنشريو كتب بأثمنة وكنبيعوها بأثمنة مناسبة، كنشريوها وكنعاودو نبيعوها. خير ما يشريها الإنسان من المكتبة تقدر تطلع عليه بأثمنة غالية. والحمد لله الكتب المقررات ما تبدلوش هذا العام، تبدلات شي حاجة قليلة كما كتعرفوا، السابعة والثامنة والسانكيام والسيزيام ولا باك، ولاو كيقراو المواد العلمية بالفرنسية. ومرحبا بكم، ألف مرحبا في شارع بكراع في مدينة العيون، اللي خاصو شي كتب أي جميع المستويات موجودة بأثمنة جد مناسبة. وحنا الحمد لله شباب، مجموعة من الشباب، أنا والأخ ديالي وبزاف ديال الإخوة اللي كيديروا الكتب المستعملة في شارع بكراع. في شارع بكراع راه معروف واللي معروف بالكتوبة. ومرحبا بكم، وحنا شباب كنخدموا في هذه المهنة هذه من شحال هذه من سنين. والحمد لله هذا العام كانوا الكتب يعني موجوده، الكتب المستعمله في السوق خارجه. خويا حنا كنبيعوا الكتب المستعمله في شارع بكراع عند السرغيني، كتب مستعمله كنبيعوا الناس، كيجيبوا لنا كتب مستعملين، كيجيبوا الثامنه ونعطيهم السابعه، ويجيبوا السابعه ونعطيهم، ويجيبوا التاسعه ونعطيهم الباك، وغادي ثمن ثمن زعما كان رخيص، ماشي ثمن من استاذ عنبي قدام في الدومين، راه كاين اللي من التحضير تساعد استاذ هو كيتقدم لعندنا. والاقبال الحمد لله موجود ان شاء الله من موسم لموسم، الاقبال موجود. كنبيعوا الروايات، نبيعوا الثقافه، نبيعوا جميع الكتب من التحضير حتى الباك. التغيير كيكون تغيير، ولكن ماشي شي تغيير كثير، كيبدلوا كتاب ولا كتوبه كاع ماشي مشكل، كيبدلوهم وكيبقاو هما خدامين، وخا تبدلين كيبدلوا مع التاريخ، هما المضامين كيبقاو هما. علاش الناس كتشري الكتب القدام؟ كيشريهم على حساب الناس مساكن ما عندهاش ما فحالهاش، وكله وجهدو، كاين اللي عنده كيمشي للمكتبه، اللي ما عندوش كيجيب الكتب القدام، وكنعطيوه حنا، كنديروا تغيير، كيجيب هو السابعه ونعطيوه حنا الثامنه، والله يكون في العوان والسلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.